تسلم ايدك. باذن الله خير. هي نتيجه التحليل هتطلع امتى بالظبط؟ بكره. مش قبل الظهر. بحب ابلغك النتيجه بالتليفون وابعتها لك. لا ارجوكي بلغيني بالتليفون. اول ما تطلع كلميني على طول. تمام. على السلامة يا بنتي. النهارده يوم التحاليل شكله. عم حمدي عامل ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. المستشفى قالت كده. عموما انا سبته بسكر معاه في البيت عشان لو في حاجة يكلمني. بإذن الله خير. يا رب. وردة يا بنتي. ان شاء الله وبامر ربنا النتيجه تطلع زي ما انت عايزه. ممكن لا. انا عارفه. حبيبتي انا بقول لك كده مش عشان اخوفك. لا لا لا. انا بقول لك كده بس عشان افكرك ان احنا دايما ما بناخدش اللي احنا عايزينه. وساعات الخير بيبقى مكتوب لنا في حاجات تانيه خالص عمرنا ما خطرت على بالنا. قلبك بيقول لك اني مش حامل. ابدا. ولدي وحياتك. ايه رايك بقى؟ حبيبتي انا بقول لك كده عشان نفسي تبقي دايما مستعده. ما تخليش اي حاجه تفاجئك او توجعك في اي وقت. فاهماني يا حبيبتي؟ فاهمك. وكمان عاوزك تفتكري ان دلوقتي مش احسن اختيار ليكي انك تبقي حامل من سنه. وحاسي عندك يا بابا. مش نتكلم في الموضوع ده تاني. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.